اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي طالما انه ابنائه واجياله عبر كل العصور بيعوا الدرس جيدا وبيحفظوا التاريخ كويس وبيحافظوا على الكود الاخلاقي اللي ميز النادي الاهلي في تاريخه واللي خلى في تاريخه دائما وابدا هناك الكثير من الشموع الحمراء التي أضاءت تاريخ الأهلي ومسيرته وحددت مساره، منهم فؤاد سراج الأهلي، فؤاد باشا سراج الدين، واحد من رموز الحركة الليبرالية المصرية، واحد من رجالات الحكومة المصرية في أكثر من حقيبة مهمة قبل ثورة 52، ثم واحد من الرؤساء التاريخيين لحزب الوفد، واحد من الأعضاء البارزين في تاريخ النادي الأهلي ورئيس شرف النادي الأهلي. نشوف بعضا من لمحات تاريخ فؤاد سراج الأهلي. فؤاد باشا سراج الدين من شيوخنا اكتسبنا مجدنا، عبارة يرددها كل أهلوي عاشق للكيان الأحمر، لما لا وتاريخ نادينا العظيم يدعو للفخر والعزة. يعد فؤاد سراج الدين باشا أحد العلامات المضيئة والشموع الحمراء في تاريخ النادي الأهلي. فؤاد سراج الدين باشا رئيس شرف النادي الأهلي مدى الحياة ورجل الدولة والسياسي ومؤسس حزب الوفد الجديد من مواليد عام 1910، صاحب السيجار الطويل الذي لا يفارق أصابعه وشفتيه، ابن سراج الدين شاهين باشا وزوج زكية البدراوي كريمة محمد البدراوي باشا. عمل وكيلا للنائب العام ومحاميا في بداية حياته، وانضم للهيئة الوفدية في عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936. كان أصغر نائب في البرلمان وأصغر وزير في الحكومات التي شارك فيها، حيث تولى منصب وزير الزراعة مرتين في وزارتي مصطفى النحاس ثم وزيرا للشؤون الاجتماعية، أصدر خلالها قوانين العمال وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردي، كما تولى منصب وزير الداخلية مرتين، وكان صاحب عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطاني في يوم 25 من يناير عام 1952، كما تولى وزارات المواصلات والمعارف التعليم حاليا، إضافة إلى المالية، حيث خطى الخطوة الأولى نحو سيطرة مصر على اقتصادها، وهي تأميم البنك الأهلي أكبر البنوك المصرية الذي كان يسيطر عليه الأجانب، ولعب دورا هاما في تمويل الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح، وكان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء الكفاح المسلح في منطقة القناة ضد الاحتلال الإنجليزي. تعرض للاعتقال أكثر من مرة بسبب آرائه السياسية، آخرها في عام 1981. وكان فؤاد سراج الدين باشا أحد أبرز المساندين للقضية الفلسطينية، وطلب بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب العربي الشقيق، ولعب دورا كبيرا أثناء توليه وزارة الداخلية بمنح لاعبي النادي الأهلي جوازات سفر للسفر إلى فلسطين لخوض عدة مباريات لدعم الشعب الفلسطيني تحت اسم منتخب القاهرة في عام 1943. وتولى فؤاد سراج الدين منصب وكيل النادي الأهلي من عام 1948 وحتى عام 1951، وكان يساند النادي في جميع المجالات قبل وأثناء وبعد عضويته بالمجلس، ويعد من أشهر وأبرز الشخصيات التي خدمت النادي طوال تاريخه حتى أصبح رئيسا شرفيا له مدى الحياة. كما تولى فؤاد سراج الدين باشا منصب رئيس اتحاد كرة القدم المصري عام 1944، ووفاته المنية في 9 أغسطس من عام 2000 ميلادية بعد رحلة حافلة من العطاء على المستوى السياسي والرياضي.
وبوفاته غيب الموت آخر البشوات الحقيقيين من زمن الألقاب الرسمية، وقامت محافظة القاهرة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع الهامة في المحافظة تعبيراً عن الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الراحل في الحياة السياسية والحزبية والرياضية في مصر. يعني الحقيقة التاريخ مش نادر يكاد يكون ينفرد به فؤاد باشا سراج الدين، عنوان موفق أوي، فؤاد سراج الأهلي. وسراج الحقيقة لأنه ما فيش وزارة تقريبا ما زراعة، تعاون، مالية، داخلية، شؤون اجتماعية، شؤون اجتماعية، ما فيش وزارة ما لم يتقلدها، مؤثر جدا صاحب عيد العمال، لأنه كان يعني صاحب مبادرة المقاومة، مقاومة شرطة للاحتلال، صاحب مبادرة إلغاء المعاهدة بتاع 36، راجل أصغر وزير في تاريخ مصر، يمكن راجل ساب بصمة في كل مكان. علاقته بقى بالنادي الأهلي أنه كان وكيلا في أكثر من دورة، ثم وكيلا شرفيا، وأنا شرفت ان انا في المجلس 76 80 كان هو وكيل شرف النادي الاهلي، وكان بيحضر يا استاذ ابراهيم جلسات معينه، كان يستدعي الفريق مرتجي. واللي كانت فكره انه رئيس الشرف ووكيل الشرف يحضر جلسات مجلس الاداره، مش يحضرها، كان يطلب احيانا رايه في الجلسات اللي عايزه خبرات معينه. فكان بيجي، وكان الاستاذ عبد المنعم وهبي نفس الشيء. كان وكيل برضه شرف نادي الاهلي، كان بيجي احيانا يحضر جلسات معانا. انا حضرت دي، ما اعرفش قبل كده كان بيحصل ايه، لكن حضرتهم وتناقشت في بعض الامور بمنتهى الرقي والادب، وكان بيقول رايه ويستمع لراينا، وما كانش فيه بقى الفواصل الزمنيه. انا كنت صغير يعني، من اصغر الناس اللي كنت في المجلس، وهو كان فؤاد باشا يعني رئيس حزب الوفد لما رجع حتى بعد كده. لكن هو طبعا كان راجل صاحب بصمة سياسية ورياضية، سياسية طبعا مع مصر في المناصب اللي تقلدها دي كلها، ورياضية من خلال وجوده في النادي الأهلي وخبراته العميقة جدا. شخصية نادرة يستحق إلقاء الضوء، ويستحق أن نستلهم منه حاجات كتير جدا، ومن خبراته ومن تعدد يعني هذه الخبرات والاستفادة منها. والحقيقة ده جزء من عبقرية النادي الأهلي، أسسه النبلاء وبشوات مصر مطلع القرن الماضي، واحتضنه وتلقفه أبناء الشعب كله، فبقت هي ديت عبقرية النادي الأهلي، واحدة من أبرز سماته وخصائصه في التكوين، يؤسسه بشوات مصر ونبلاء الزمن من رموز الحركة الوطنية، ثم يحتضنه ويؤمن به ويلتف حوله ويحبه ويعشاه ويتفانى في حبه عموم الشعب المصري كله. ليه؟ لأن هؤلاء النبلاء أسسوه من أجل الشعب، يعني أسسوه لأهداف وطنية. بالظبط. عشان كده وجدوا صدى سريع وعميق ومتنامي. وهي دي جذور النادي الأهلي اللي خلته زين النوادي. دمتم للأهلي زين النوادي دائما، ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي.